شكر بملء الفم، مش هيك؟ ملء الفم باسم اخوتي الحاضرين هنا رئيسة بلدية بيرزيت واخوتي الكهنة من جفنة وبيرزيت ووجهاء بيرزيت، اتينا لنقول لكم يدنا بيد. نحن العرب الفلسطينيون المسيحيون بينكم اليوم. شرفتونا. كتبت مقالا تصويرا عن الشهيد شيرين، فكتب الي رجل اسمه حسان محمود الشوني في تعليق بسيط، قال: شيرين شهيدة القيامة وشهيدة الأقصى وشهيدة فلسطين، هي شهيدة القيامة، يعني أنها شهدت للمسيح، المسيح الذي قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. فهي شهدت للعدالة، والعدالة هي الطريق إلى السلام، والمسيح كما جاء في الإنجيل المقدس هو سلامنا وصلحنا، وكما قال الحواري بطرس: المسيح هو صراطنا المستقيم. وشهدت للحق، شهدت للحق أن هذه الأرض الفلسطينية هي فلسطينية من بحرها إلى نهرها، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، لشعبها هوية، وشعبها وهوية شعبها لا تعرف إلا هذه الأرض وتمام له، والأرض لها هوية وتعرف فقط أن شعبها الفلسطيني هو شعبها. وشهدت أيضا للحق، لحق اللاجئين الذين نحييهم من هذا المكان وهم في الشتات الواسعة، إخوتنا في الشتات، شهدت لهم بأن لهم الحق بأن يعودوا إلى هذه الأرض، فهذه الأرض لا تفرح إلا على وقع أقدامهم الحافية. وشهدت للسجناء، للمقاومين المقاتلين الذين حملوا السلاح في وجه هذه الغزوة الصهيونية، شهدت لهم بأنهم جنود وأنهم أسرى حرب وأن لهم حقوق الأسرى وأن لا حق لإسرائيل أن تعاقبهم وتحاسبهم وتؤلمهم وتهينهم وتذلهم كإرهابيين. الإرهابي هو من اعتدى علينا، نحن لا نتقاتل مع إسرائيل، نحن لا نتقاتل مع إسرائيل على أساس أن أرضنا متنازع عليها، نحن نقاتل إسرائيل لأن الأرض عربية وستبقى عربية إلى الأبد. وشهدت
فلسطين شهدت الحياة، شهدت للحياة، شهدت لحياة الأطفال الجميلة، وماتت الرصاصة التي اخترقت رأسها كانت معدة لتختلف رصاصة أخرى أو شاب آخر، فهي قد افتدته وشهدت للحياة. الكلمة الثانية أن شيرين هي شهيدة الأقصى. قبل أن نمر إلى شهادة الأقصى، فنحن المسيحيين في نعنين، في نعنين، ها نحن بين المسلمين نتقبل عزاء إخوتنا المسلمين لأنها مسيحية، ولكن هذه الفتاة هي أيضا شهيدة للأقصى، فشهدت لشعبها وتراثها وحضارتها وتاريخها وإرثها وتراثها. فالأقصى هو للمسيحيين كما هو للمسلمين وبالتساوي، وهو للمسلمين ليصلوا فقط فيه، لكنه للمسيحيين والمسلمين لأنه مبني بحجارة فلسطينية على أرض فلسطين، فهو أيضا لنا. ونحن الآن المسيحيين بينكم لنشد على أيديكم ونقول لكم عزاء كريما نهنئكم بشهادة هذا الأولاد، وهي أيضا شهيدة فلسطين، شهيدة فلسطين من بحرها إلى نهرها، شهيدة هذه الأرض التي لا يمكن أن تنساها. لكن هناك شيء آخر لا يجوز لنا أن نمر عنه مرة أخرى. يقول جوزيف كوبلز وهو رفيق هتلر في الحرب، قال هذه الجملة، قال: أعطوني إعلاما، أعطوني إعلاما بلا ضمير، يعني فاسد، أعطوني ناس بتحكي كذب، أعطوني إعلام بلا ضمير، أعطيكم شعبا بلا وعي جاهل. وهذه الكلمة دعتني إلى أن أفكر، ما هذا اللقاء في نعنين؟ لماذا ارتجت كل فلسطين من أجل فتاة مسيحية ولدت في بيت لحم وعاشت في القدس وماتت في مخيم في شمال فلسطين؟ هذه الفتاة تكلمت إلى العالم بضمير يفرح للحق ولا يفرح بالباطل. وأيضا هذه الكلمة شيرين دافعت عن هذا الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني أنا وأنت وهو وهو كلنا، وإن كنا متهمين البريء الفلسطيني المتهم في نظر إسرائيل مدان ويجب أن يعاقب حتى تثبت براءته، وهات الفلسطيني يعني العربي 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 إرهابي،
الفلسطيني إرهابي مرخص مسجل على دائرة وفي أحوال الدول التي تناهض الإرهاب. فإحنا مسجلين على قوائم الإرهاب. لهذا فإن كنا أبرياء متهمون ومدانون بحسب إرادة إسرائيل. أما الإسرائيل يقول ضخك في الدم يقول لك بريء حتى تثبت ذلك. أيها الفلسطينيون، كتب عليكم القتال وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنتم لا تعلمون. شكرا لكم. سلام. شكرا للصديق منوير، واسمحوا لي بعد الترحيب باسمكم جميعا بسعادة رئيسة بلدية بيسير السيدة ديانا صايد، لنفتح لها المجال أخيراً لو سمحت. تفضلي ست ديانا، أهلا وسهلا بك. أصرت على أن أقف عندما رأيت هذا
وهي تجريب التي عكمت رسالة وصلت بصوت الحق صوت الكلمة. من قال عن بشرين ماتت؟ من قال عن بشرين أحد خاهم وقتل هذا المحتل المجرم؟ لا أريد أن أكذب عليكم، ولكن كان لزاما علينا أن نكلم هذه الكلمة وهذه المؤمنة وهذه الصادقة التي صلت بكلمة الحق كلمة الإنسانية وكلمة المقاومة والجهاد. هنيئا لك أيتها الشهيدة المقاومة، أيتها الشهيدة المقاومة. رحمك الله ووسع الله وأوسع فرجك ورزقك وأكرم الله وأسألك وسع خلافهم بإذن الله. شكرا شكرا هاني. من خلالكم رسالة شكر وتقدير وعرفان لبير سير بكافة مكونات وأطيافها. دور بير سير. ودور بير سير. شكرا جزيلا. دكتورنا العزيز. لا تنسى أحبابنا. علي الضمان إلا يلعب وعليها نترك. الله يبارك فيك يا دكتور. حياك الله. أنت أخ عزيز. Thank you.